اليوم سأتحدث عن إنجاز عظيم للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو حصول مختبرها الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة العالمية في جميع التخصصات العلمية. هذا المختبر تم تدشينه قبل أقل من 3 سنوات من طرف السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي، وهو يضم نخبة من الخبراء في مجالات متنوعة مثل البيولوجيا والوثائق والمتفجرات والمخدرات والسموم. هذا المختبر يساهم في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ويضمن العدالة للضحايا والمتهمين، ويحترم الحقوق والحريات العامة، ويعزز الثقة في الشرطة الوطنية. وقد حصل هذا المختبر على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة بالمعيار الدولي ISO/CEI 17025، بعد أن خضع لافتحاص شامل من طرف خبراء دوليين معتمدين من المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس. وهذا يعني أنه يلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصاً فيما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية. هذا ما كان لي أن أقدمه لكم في هذا الفيديو. فيديوهات المغرب اليوم.